إذا كانت الحروب في عقول الناس تبدأ، ففي هذه العقول يجب أن تبنى ثقافة السلام. هكذا يبدأ ميثاق اليونسكو للسلام، ومن هذا المنطلق يجتمع شبان وشابات من كافة المناطق اللبنانية لانتخاب مجلس الشباب. هالنهار هو محطة بمشروع مدته سنتين، بدي من حوالي سنة، بالتوعية والتدريب على كل ما يتعلق بحقوق الطفل، حقوق الطفل ولا سيما حقه في المشاركة. اليوم أخذوا كل المبادئ الأساسية، تعرفوا على قانون الانتخابات، عملوا انتخابات بين بعض ونفقا لقانون الانتخابات اللبناني القائم على النسبية، انتخبوا من بين بعض حكومة هون بالانتخاب، وعندنا إياها 30 كمان. هيدا المسار التطبيقي حيتابع الإنسان لاحقا بتطبيقه على مستوى وطني. حسين، ليه أنت هون؟ أنا هون كرمال حقق حقوق الشباب اللي كانوا يحلموا فيها المواطنين اللبنانيين، وما كانت عم تتحقق من وراء النواب والوزراء العطلين عن العمل وما عم يشتغلوا بلبنان. أنا هون لوصل صوتي عشان يتحسن الوضع هون بلبنان، عشان نقدر نلاقي حلول لكذا مشكلة هون عم نعاني منها. مشروعي بعنوان في أمل، لأنه دايما لازم يضل عنا أمل بأنه التغيير رح يصير بيوم من الأيام، مش رح نضل عايشين بهالطريقة كل العمر. 10% من مجموع سكان لبنان من أطفال عم يشتغلوا، حق الهوية لإلي ولأسرتي. مثل ما سمعتوا اليوم بالحملات الانتخابية اللي كانوا عم يقدموها، ما بعتقد في شيء بيطال الناس، كل الناس وليس فقط الأطفال لم يطرح. كل هموم المجتمع اللبناني شفناها اليوم بشكل هيك مختصر، قاموا فيها الشباب بوسائل متنوعة بطرق كتير حلوة، وكان في جو من الفرح الحقيقي. طرحت كل القضايا بدون طائفية، طرحت كل القضايا بدون تزمت، طرحت كل القضايا بشكل منفتح، كان أسلوب حواري راقي مستخدمين فيها أرقى الوسائل لإيصال الفكرة. بعتقد هيدا المشهد اللي عم نشوفه اليوم عند الأطفال هو النموذج ليقتدي فيه الكبار. نحن رح نكون مواكبين لألهم لمدة سنة إضافية لحتى نواكب كل أنشطتهم وكل أعمالهم وكل يلي بيريدون، نحن رح نكون إلى جانبهم فيه، وعملية الربط بينهم وبين المسؤولين رح نكون نحن مهتمين بهالمسألة هاي لإسماع صوتهم أكثر وأكثر، لأنه بالنهاية صوتهم هو صوتنا. مجلس للشباب مبادرة توعوية هادفة تعزز مبدأ الحوار وتشد أواصر المواطنة لدى كل الفئة اللبنانية. ميرنا غرزوزي، الحرة، بيروت.